متابعينا الأكارم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عليكم العافية، برنامج طبي تقدمه قناة حلب اليوم برعاية الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامس. وصلنا معكم في الحلقة 12. في هذه الحلقة سوف نستضيف الدكتور عبد الرحمن العمر، اختصاصي في طب الأطفال، كبير الاستشاريين الصحيين في الجمعية الطبية السورية الأمريكية والمنسق الوطني لقطاع الصحة في غزة عنتر. أهلا وسهلا فيك دكتور، فرصة سعيدة نحن وجودك معنا في هذا البرنامج، وأيضا توجه إلى جمهور عليكم العافية في بعض النصائح بما يخص تغذية الأطفال والأرضاع الطبيعي. حياكم الله دكتور أيمن، تحياتي للأخوات والإخوة المشاهدين. أهلا وسهلا فيك. طبعا المشاهدين ما ضر يكون مريض، ممكن يكون كمان حابب يسمع صوت طبيب سوري ينصحه. تحياتي لكافة الإخوة. دكتور، نحن في استطلاع عملوا قناة حلب اليوم في الداخل أحد الصيادلي عن موضوع الحليب المتوافر وصعوبات اللي بيعانيها الأهل في موضوع الأرضاع، بنشوفه ونرجع لنقاشنا. هاي الحالات كتيرة بنشوفها، وخاص بالصيف يعني كتير ناس بتلجأ للحليب الدسم ظنا منهم أنه الحليب الدسم مغذي أكثر، فبالبداية الطفل بياخده وبيلاقوا الأهل أنه كويس، لا بيراجعوا ولا بسهل عليه، لكن بعد فترة ما بيعود عنده قدرة، الأمعاء عنده تمتص الحليب الدسم، فبيصير بيسهل وممكن يصير معه قياءات، وما بيستجيب للعلاج إلا بإيقاف الحليب واستبداله بحليب يناسب عمره ويناسب حالته. يعني موضوع العامل النفسي بيأثر كتير كتير، له تأثير. ممكن في نساء بيقل نسبة الحليب عندهم، هذا مرتبط يا إما بوضع نفسي أو بسوء تغذية، أو مثلا اضطراب عدم انتظام في تناول وجبات غذائية متكاملة، طبعا بيأثر. فممكن كتير ناس بتضطر تلجأ للحليب الصناعي، والحليب الصناعي مو دائما بيناسب الطفل، ومو دائما ممكن يتناسب لأنه حسب الدخل، في منه بيجي بتوزع أحيانا عن طريق منظمات، وغالبا عم تجي نوعيته يعني ما كتير كويسة، عم بيجي تواريخه قريبة، عم بيجي أحيانا ما هو محفوظ بشكل جيد، فهذا عم بيسوي مشاكل كتيرة. نحن بنلجأ بنعطيهم الحليب اللي بيجينا مستورد، ممكن يكون أفضل تاريخه أبعد، لكن بشكل عام الوضع النفسي طبعا بيأثر على نفسية الأم وبيأثر على منتج الحليب عندها. الحليب تقريبا موفر، في عنا أنواع كتيرة، وفي عنا أنواع للحالات التغذية العادية، وفي أنواع طبية. أنواع طبية مثلا للحالات الأطفال اللي عندهم حساسية، الأطفال اللي عندهم إقياءات، الأطفال اللي عندهم إسهالات، أو الأطفال اللي بيجوا ناقصي الوزن. بالغالب يعني أنواع الحليب موجودة ومتوفرة، وفي تنوع، في مصادر، في يعني في نوعيات كثيره موجوده بالسوق. بس بقى المشكله اللي عم نعاني منها موضوع الرقابه، ما كثير متاكدين من موضوع الرقابه بالنسبه للادويه. في منها بتجي مثلا من مناطق النظام، وفي منها بتجي من تركيا، فمشكلتنا عم نعاني موضوع الرقابه. لكن بالاجمال في تنوع وفي توفر منيح مقبول. يعني بالنسبه للاسعار، يعني السعر إذا بدك تقارنه في السعر السابق السعر معقول، يعني إذا بدك تقيسه على فرق العملة اللي صار بهالفترة هاي معقول السعر. يعني مثلا علبة الحليب اللي كان سعرها 300 ليرة هلأ سعرها تقريبا 3000، يعني عند بعضه يعني غالي. يعني اللي دخله محدود، أو اللي ما عنده دخل، أو العامل اللي عم يشتغل يوم بيشتغل ويوم بيقعد، ما بتوفي معه الحليب. الحليب مكلف جدا، يعني في أطفال بده في الأسبوع علبتين حليب، علبتين يعني 5000 أو 6000 وسطيا، بالشهر صار بده 20-25-30 ألف. هاي ذلن أنواع الحليب العادية. في عندك الأنواع الطبية تيجي أغلى، يعني في بعض أنواع الحليب الطبية سعر علبته 3800 ليرة، فما هم يعني بالنسبة للكلفة وبالنسبة للدخل ما في تناسب. دكتور، يعني مثل ما شفنا في موضوع في الاستطلاع، في صعوبات بتأمين الحليب أحيانا، في صعوبات بالتاريخ، أيضا في صعوبات مادية. فمن باب التشجيع على الأرضاع الطبيعي، شو فينا نحكي عن أهمية الأرضاع الطبيعي بالنسبة للأم وللطفل؟ شكرا جزيلا لقناة حلب اليوم لإثارة هذا الموضوع المهم جدا والجوهري في حياة الإنسان من لحظة ولادته. تمام. الحقيقة عندما نتكلم عن الأرضاع الطبيعي نحن نتكلم عن الفطرة. تمام. نحن نتكلم عن النظام الذي أقام الله عز وجل الإنسان عليه. نحن نتكلم عن الصحة العقلية الكاملة، عن الصحة النفسية الكاملة، نتكلم عن التطور الطبيعي، كل ذلك في وعاء الجسم الطبيعي.
عندما نتكلم عن الإرضاع الطبيعي نعني بذلك كل هذه العناوين مجتمعة، ويمكن أن نأتي على التفاصيل في سياق برنامجنا إن شاء الله. دكتور، قلت في جوهر الفطرة، ويعني هل تقصد فيه اللبأ؟ تماماً. يعني الله عز وجل عندما خلق الإنسان وأذن له أن يخرج إلى هذا الوجود زوده بخلينا نقول بالموارد اللازمة لكي يستمر. أول مورد يحتاج الإنسان ويستخدمه هو هذا الذي نسميه الحليب المركز أو الحليب أو اللبأ أو ما يدعى في العامية الصمغة. هذا يخرج من صدر الأم من أثدائها مع ولادة الطفل، فهو الغذاء الأول الذي يجده الإنسان. شو أهميته دكتور؟ قلت لي جوهر شو أهميته؟ نعم، اللبأ الحقيقة هو غذاء كامل للطفل الوليد، يجمع كل العناصر المغذية بتفاصيلها المعروفة. نسبة البروتين فيه أعلى مما هو في الحليب الناضج الذي سيأتي بعد أيام. فيه أجسام مناعية تكون زادا للطفل في كافة حياته. يعني هو أغنى، إذا تحدثنا عن أغنى غذاء يمكن أن يتعرض له الإنسان من لحظة مولده إلى لحظة مماته فهو اللبأ. الأجسام المناعية أعتقد مهمة جدا في اللبأ، وهي الدفقة الدفاعية للطفل لمواجهة الحياة وجديدة. طيب دكتور، يعني المواظبة عليه مهمة للإرضاع الطبيعي؟ الحقيقة كثير من الأسئلة تريدنا من الأمهات بخصوص اللبأ أو الصمغة. يعني هل هو مهم؟ نقول هو فائق الأهمية. هو أول شيء ينبغي أن يعني تهتم به الأم، لذلك ينصح في غرفة الولادة عندما يخرج الطفل ويولد الطفل أن يوضع بتماس مع الأم، وأن يتعرض بأسرع وقت ممكن إلى ثدي الأم لكي يرضع هذا الذي نسميه اللبأ أو الصمغة. من الضروري جدا ألا نستمع إلى بعض ما يعني الاعتقادات الخاطئة بخصوص اللبأ، على أنه يعني غير كافٍ، على أنه لا بد أن يشفع بغذاء آخر مثل ميد السكر أو غيره. هو غذاء كافي متكامل، لا يهم قوامه، لا يهم لونه، لا يهم إن كان ملحوظا أو لا. أحيانا لا تلحظه الأم لكن الطفل يأخذه بالكمية المناسبة له. بدنا ننبه على أنه معدة الطفل تتطور منذ لحظة ولادته، فمعدة الطفل خلال الأسبوع الأول تساوي حجم إبهام الطفل، وتساوي في نهاية الشهر الأول حجم قبضة الطفل. وبهذا نلحظ أن اللبأ بكميته الخفيفة جدا مناسبة لحجم معدة الطفل. تماما. طيب دكتور، مواظبة على الإرضاع الطبيعي لأي فترة لازم نضل عن مواظبة على الإرضاع الطبيعي؟ طبعا بعد أن تنتهي فترة اللبأ التي تدوم الأيام الأولى من 5 إلى 7 أيام، يأتي الحليب الناضج، الحليب الأم الكافي لمتطلبات الطفل في الرضعة الواحدة في اليوم الواحد وعلى مدار حياة الطفل، خاصة في السنة الأولى من العمر. الموصى به يعني وبشكل تقريبا مجمع عليه بين المدارس الطبية أن يستمر الطفل بالإرضاع الوالدي الحصري، أي على ثدي الأم، إرضاع الوالد الحصري مدة الأشهر الستة الأولى من عمره بدون أي غذاء آخر أبداً. لا حليب ولا لبن ولا غذاء مكمل ولا أي شيء ولا حتى ماء. أيوة. عندما خلال 6 أشهر الأولى لا يوجد ماء حتى ماء. عندما نقول حليب والدي حصري نعني بذلك حصريا الحليب الوالدي بدون حتى الماء. حتى الماء. البعض يعتقد أنه مثلا أيام شوب الطفل يحتاج إلى الماء مثل البالغ، معناته هذا الكلام غير صحيح. نعم. يعني إذا أعطينا الولد ماء، إذا أعطينا الولد ماء قبل 6 أشهر الأولى بنكون عم نضره. تماما. نحن نحتاج إلى الماء بكميات وافرة في الصيف بسبب ارتفاع حرارة الجو. هذا الأمر يتأمل للطفل من خلال الحليب حصرا. إذا علمنا أن تركيب الحليب يتضمن 88% منه ماء، 88% من حليب الأم هو ماء، وبذلك فهو يفي بحاجات الطفل من السوائل. وكما قلنا الله عز وجل زود الأم بآلية داخلية فيزيولوجية يتغير فيه تركيب حليب الأم بشكل يتناسب مع وضع الطفل، مع وضعه الجسدي ومع الوضع المحيط ومع البيئة، وبالتالي فإنه يفي بحاجاته من السوائل، وعلى الأم أن تهتم بمدخولها من الماء ومدخولها من السوائل، وليس أن نضيف هذا الماء إلى الطفل. تماما. طيب دكتور،
قبل ما ندخل موضوع الاعتقادات الخاطئة عن الأرضاع الطبيعي وهيك، أحيانا المرأة بتكون في حال عمل، يعني بتروح على وظيفتها أو مضطرة تترك الطفل، فهون شو في حل لموضوع الأرضاع الطبيعي؟ يعني طبعا نحن الحياة، ما بنقول الحياة العصرية، نحن في واقع ينبغي أن نجد حلولا لهذا الواقع. المرأة في معظم الأحيان امرأة عاملة، هل يمنع العمل من الأم من تأديت هذه الوظيفة المهمة وأن تعطي لطفلها هذا الغذاء الهام؟ لا يوجد تعارض إطلاقا بالمطلق. كل أم لديها تجربة خاصة، لديها الأدوات الخاصة التي تعرف كيف تتأقلم أو كيف تتكيف مع العمل ومع إرضاع طفلها. مثلا أن تسحب الحليب عن طريق السحابة أو الشفاطة وتحتفظ به في البراد العادي مدة ساعات، وممكن احتفاظ به في الثلاجة مدة 24 ساعة، وتعيد إعطاءه للطفل، الأم جدة الطفل أو من تعتني بالطفل في غيابها، الأخت الكبيرة للطفل أو إلى آخره، تعطيه للطفل في غياب الأم. إذا نحن بذلك نحافظ على الدرة عند الأم، نحافظ على أن الطفل يأخذ حليبا والديا حصريا ولا يتعارض كما قلنا ذلك مع عمل الأم الذي لن يدوم بالشكل المعتاد أكثر من 6 إلى 8 ساعات يوميا. أنت دكتور إذا عملنا هيك عم تقول منحافظ على الدرة عند الأم، نعم، معناتها إيقاف الأرضاع الطبيعي لعدة أيام ممكن يوقف الدرة؟ أهم محرض ومنبه للدرة عند الأم هو سحب الطفل إلى للحليب، هو رضاعة الطفل من الأم. تمام. فكلما رضع الطفل وسحب من حليب أمه كان ذلك محرضا ومحفزا على الدرة. أما يعني ما يشاع من أمور أخرى أنها تزيد في الدرة وتزيد في مدرور إدرار الحليب، في معظمها هي أفكار خاطئة ليس لها أصل. أحيانا إنسان يعني يعتقد بهذا الأمر وهو يحصل معه، لكن لا ارتباط بين هذا الاعتقاد الخاطئ وهذا الأثر. طيب دكتور، الوقت اللي يمكن فيه احتفاظ حليب الأم في البراد قلت لي 6 ساعات، بالثلاجة 24 ساعة؟ ممكن عدة ساعات، 4 إلى 6 ساعات، يعني نحفظه في البراد العادي طبعا في يعني وعاء نظيف، وممكن نحفظه مدة 24 ساعة أو أكثر بالثلاجة مجمدا في الثلاجة. تمام. وإعطاؤه عبر الببروني عادي، يعني عبر أنينة عادية؟ نحن يعني نوصي هنا أن يعطى بالكأس والملعقة. تمام. للطفل في غياب أمه حتى لا يحصل هناك خلل لدى الطفل الرضيع بين حلمة الأم وحلمة الزجاجة الأرضاع. نحافظ على كامل عملية الأرضاع بكافة مقوماتها، لكن الذي اختلف معنا الآن أن هناك عذر خرجت الأم لأجل العمل، فنحن نعوض بهذه الآلية التي اقترحناها. أريد أن أنوه أيضا إلى أن الذي يزيد الدرة بشكل مجمع عليه وبشكل علمي هو المدخول السائل المهم عند الأم. تمام. كلما تناولت من السوائل بدءا من الماء يعني ما يفي بحاجاتها تكون الدرة عندها بشكل ممتاز، حتى أن الأم توصى قبل الرضع مباشرة أن تتناول ولو كأسا من الماء أو غيره من السوائل لتكون الدرة عندها بشكل مناسب. طيب معناته دكتور إعطاء اللهاي للولد أثناء وقت البيولاد ممكن هاي تكون عم تعمل خلل في عملية الأرضاع الطبيعي؟ يجب يعني تجنب اللهاي ما أمكن، أقول ما أمكن. نعم. أحيانا يعني لا تجد الأم مناصا من اللجوء إلى بعض الملهيات ومنها اللهاية لتهدئة الطفل. أحيانا يكون الطفل لديه حالة شديدة من المغص وفي ضجر، حالة ضجر شديد، يعني قد تلجأ إليها، نحن نكون واقعيين، لكن تحاول قدر الإمكان أن تستغني عن هذه اللهايات. نعم. طيب ننطلق من كلمة المغص، في كتير اعتقادات خاطئة عن الأرضاع الطبيعي إنه إذا المرأة ممغوصة أو الأم ممغوصة الولد بده ينمغص، فشو في اعتقادات هيك سريعة بتنبهنا عليها؟ لا يوجد ارتباط بين حالة المغص أو الآلام البطنية عند الأم وبين حالة المغص عند الرضيع. حالة المغص عند الرضيع هي حالة فيزيولوجية تحدث عند الطفل بدءا من الأسبوع الثاني من عمره، من عمر 14 يوم، وتستمر حتى عمر 5 أشهر تقريبا. يعني في غالب الأسباب لا نجد سببا محددا لها، بتكون في نوبات من الألم مع انتفاخ البطن والغازات. أحيانا يكون الطفل لديه عدم تحمل لنوع من السكاكر موجود في الحليب، سواء في حليب الأم أو في الحليب الصناعي، هو سكر لاكتوز. بدي أطعق بعدم تحمل أحد السكاكر بعد الفاصل بنحكي فيه، لأنه الموضوع هذا هام لازم ننبه عليه. أعزائي المشاهدين، بعد الفاصل إن شاء الله نتابع عن بعض الاعتقادات الخاطئة عن الأرضاع الطبيعي وأيضا تغذية الأطفال بالحليب الصناعي ومتى نبدأ في المكملات الغذائية. ابقوا معنا بعد الفاصل.
متابعينا الأكارم، هذا البرنامج عليكم العافية يأتي عبر قناة حلب اليوم برعاية الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامز. قبل الفاصل تحدثنا عن الأرضاع الطبيعي، أهميته وأهمية اللبأ وكل ذلك للطفل، وبدأنا في موضوع بعض الاعتقادات الخاطئة عن الأرضاع الطبيعي. كنا نتحدث دكتور قبل الفاصل عن موضوع أنه المغص عند الطفل أو النفخة، وقلت أنه أحيانا الطفل بيكون عنده عدم استجابة أو عدم قدرة على هضم بعض أنواع السكاكر. تمام، خلينا نحكي شوي بالتفصيل عن هذه الحالة. الحقيقة يعني سواء في حليب الأم أو في أنواع الحليب الأخرى الصناعية المعيضة لحليب الأم، هناك سكر أساسي موجود في الحليب هو سكر اللاكتوز. بعض الأطفال لا تتحمل مع أمعائهم هضم هذا السكر، لديهم عدم تحمل له، يتظاهر ذلك من خلال يعني نوع من الضجر والألم والمغص والنفخة عند الطفل. فعندما الأم تأخذ يعني عندما تأخذ أنواع من الحليب أو تشرب من الألبان ما فيه هذا السكر، عند ذلك يعني يمكن أن الطفل أن يتأثر ويحدث فيه المغص، ويعني يتظاهر بشكل نفخة وزيادة في النفخة وزيادة في المغص الطبيعي الموجود عند الطفل. بس ما لازم أنا أخاف يعني هون كل مغصة هي بيكون سببها عدم تحمل نوع السكر؟ يعني ما كل نفخة بتصير مع الولد هو عدم تحمل سكر، ممكن تكون حالة عابرة طارئة. نعم صحيح؟ نعم، كما قلنا فإن الحليب أو يعني أو حالة المغص بحد ذاتها هي حالة فيزيولوجية تحدث عند النسبة الكبرى من الرضع، وبالتالي ليس من وراء كل مغص هو عدم تحمل. يعني في غالب الأحيان لا نجد سببا لحالة المغص التي تنتاب الطفل، لذلك لا يجب الربط بين ما تأخذه الأم دوما وبين ما حالة يعني المغص. يعني مثلا دكتور مثلا أحيانا بتجي مثلا بتقول لك أنا أكلت فلافل انتفخت منه والولد انتفخ، هل هذا الكلام صحيح إذا كانت مرضعة؟ في بعض الأحيان هناك بعض الأغذية اللي فيها مدخول عالي من البهارات أو من المواد المخرشة والحد والكذا، تلحظ الأم أنه في ارتباط مباشر بين أخذها لهذه المغذيات وبين اشتداد حالة المغص عند الطفل. عندما تلاحظ الأم تواترا وارتباطا مضطردا بين هذه النوع من الأغذية وبين اشتداد حالة المغص، يمكن أن تستنتج أن عليها أن تتجنب هذه الأغذية لكي تخفف حالة المغص عند ابنها. طيب ماذا عن القهوة والتدخين إذا كانت الأم مرضعة؟ ما بيصير نقول أم مرضعة ومدخنة. يعني التدخين ضار بابن آدم أيا كان، فكيف إذا كان هذا الإنسان مسؤولا عن ابن آدم آخر؟ فأم يعني مرضعة ومدخنة يعني هذه مفارقة لا ينبغي أن تقع فيها أي أم. يعني دوما بالنسبة للمنبهات القهوة والشاي الاعتدال في كل شيء، يعني فنجان أو فنجانين أو يعني كما هو الموصف ألا يتجاوز 3 فناجين قهوة في اليوم، كذلك الشاي بشكل معتدل، لا نريد أن نكون حرفيين أو صارمين، الاعتدال في كل شيء هو المطلوب. طيب دكتور في اعتقادات أخرى عن الأرضاع الطبيعية، مثلا أنه بزود وزن المرأة، وأنه أحيانا بتقول لك المرأة أنا ما برضع، أمي كانت حتى ما ترضع إخواتي، نحن عنا ما بيجينا حليب بالوراثة مثلا، شو رأيك بهذا الكلام علميا؟ نعم، يعني رسوخ مثل هذه المعتقدات في ذهن الأم هو مانع حقيقي لإطلاق الدرة عند الأم. تمام. لقدح الدرة عند الأم. لا ينبغي أن تركن الأم إلى هكذا معتقدات، أننا عائلة لا ترضع بطبيعتها. لا يوجد مثل ذلك لا علميا ولا طبيا. الأم المرضعة تجربة فريدة بذاتها، كل أم هي مهيئة لأن تكون مرضعا. لا يوجد ارتباط بينها وبين أخواتها وبين عائلتها الممتدة أو عائلتها الصغيرة، كل أم بإمكانها أن ترضع. الأم التي ترضع تكون بحالة نفسية وبحالة جسمانية يعني هي أقرب ما تكون إلى المثالية. موضوع زيادة الوزن هذا يتعلق بالتوازن الغذائي عند الأم نفسها، يعني الأم نفسها ينبغي أن تكون منتبهة إلى توازن الغذائي ولا مدخولة من الغذائيات ومن الطاقة. بالنسبة للطفل الحليب هو عندما يأخذ الطفل منه حاجته
الطفل الذي يضع رضاعا والديا، ولا يوجد شيء اسمه محددات لرضاع الطفل، نعطيه كذا أو فترة كذا. الطفل تظهر عليه علامات الإشباع التي تلحظها الأم، وبالتالي عندما يتوقف يكون قد شبع. من الضروري أن نشير هنا إلى أن تميز الأم بشكل دقيق بين علامات الجوع بينما أسباب أخرى لبكاء الطفل. من هم على يعني عندما الطفل يجوع الأم يكون لديها يعني إحساس حقيقي، الذرة تخرج عندها ويوجد ارتباط عاطفي بين الطفل والأم يشعرها أن الطفل فعلا قد جاع. ليس كل بكاء يعني أن الطفل لا يكفيه الحليب. إذا كان مخروج البول عند الطفل جيد ويتبول بشكل جيد، بتفكه 4-5 مرات 7 مرات من مرات باليوم بتلاقيه مغرق الحفوضة، فهذا الطفل يشبع ولا حاجة إلى أي إضافة بما في ذلك الماء. هاي قاعدة إذن للأم، أنه إذا كان عم يفك الحفوضة 5-7 مرات معناتها الحليب بشبع، ما في داعي والحفوضة مغرقة بالبول، هذا يعني أنه حليب غير بشبع. وبنيجي بقى المشعر الأهم هو كسب الوزن الكافي عند الطفل طبعا إذا كان عم تعمل فحوص روتيني للطفل. طيب دكتور، موضوع يعني بفهم من كلامك في عملية الأرضاع أنه طالما أن هناك حمل وبرولاكتين وهرمونات نظامية إذن لازم ترضع، فاعتقاد خاطئ أنه أنا أمي ما برأ، هذا تماماً. أعتقد أصبح معناتها في خلل. يعني عضوية الأم وتركيبتها الفيزيولوجية مهيئة لأن تكون مرضعا، ولديها كافة يعني الأدوات الفطرية لأن تكون مرضعة، لا يجب أن يعني تشغل بالها بهذه الاعتقادات. بالأعم الأغلب يعني هذا مدروس علميا أنه في فواصل تكون الأم فيها معرضة لخطورة الإيقاف الأرضاع الوالدي، منها عندما خروج من المستشفى والذهاب إلى البيت، يعني هون تدخل في حالة يعني حالة مضطربة، جاءت بضيف جديد إلى البيت، في عمر 6 إلى 8 أسابيع هذا عمر كمان دقيق، في عمر 6 إلى 8 أشهر كمان عمر دقيق، لوحظ أنه يعني يترافق مع توقف الأرضاع الوالدي. لكن على الأم أن تستعيد توازنها النفسي وأن تعلم أن الله عز وجل عندما أكرمها بالأرضاع الوالدي أكرمها لكي يريحها. أي نوع من أنواع التغذية الأخرى هو عناء حقيقي بالنسبة للأم، ستدرك ذلك خلال الرضعات الأولى من معيضات الحليب الوالدي. طيب دكتور، سؤال على هامش الموضوع، هل كل مرضعة يعني فيك تعتبرها أنه عندها منح حمل طبيعي؟ يعني يشكل الأرضاع الوالدي مانعا للحمل، لكن غير يعني ما نو 100% ليس 100%، إنما هو أحد موانع الحمل الفيزيولوجية أو الغير الطبيعية، لكن لا يمكن الاعتماد عليه أو أن يكون معتمدا لتنظيم الحمل. فيمكن للأم المرضع أن تحمل، يمكن يعني لا يوجد شيء 100%. أكثر من مرة دكتور حكيت عن موضوع الحالة النفسية للمرأة، ضيف جديد وغيره. طيب خلينا نحكي عن المرأة السورية الآن، هل الحالة النفسية للمرأة السورية تؤثر على موضوع الأرضاع برأيك؟ حقيقة شكرا جزيلا على هذا السؤال الهام، وخاصة نحن في حالة قمة حالة الطوارئ. الحالة النفسية للأم تؤثر في كمية الذرة، لكن لا تغير الحليب وتجعل منه ساما كما يقال. أنه بتسمي بابنك إذا زعلتي حليب الزعل وحليب القلق، هذا كله ليس له أصل. إنما عندما يبكي الطفل، عندما تكون الأم قلقة أو مزعوجة أو لديها حالة خوف أو قلق ويبكي الطفل بعد الإرضاع، يكون السبب بالأعم الأغلب هو نقص الذرة بسبب تأثر الحالة الأم بحالتها النفسية. لكن الحليب بحد ذاته يبقى محتفظا بكافة مقوماته الغذائية ولا ينقلب من غذاء إلى سم. طب هل ممكن أن الحالة النفسية توقف الحليب بشكل كامل؟ أحيانا تكون هناك صدمة نفسية كبيرة فائقة عند الأم، ممكن أن تكون ناهية لعملية الإرضاع، هذا مشاهد في يعني الحالات في الواقع. لكن هناك ما يسمى بعودة الإدرار، ممكن الأم إذا تجاوزت هذه الحالة النفسية أن تلجأ إلى الطبيب أو إلى عاملات الصحة النفسية أو عاملات الصحة المجتمعية بيساعدوها ببعض الآليات لإعادة الإدرار وجربت حالات إعادة إدرار حتى بعد أشهر وليس بعد أيام من التوقف عن الإرضاع الوالدي. طيب دكتور، هل هناك علاقة بين موضوع كمية الإدرار أو وجود الإرضاع الطبيعي وإذا كانت الولادة طبيعية أو قيصرية؟
الأرضاع الوالدي يتلو عادة عملية فيزيولوجية وهي الولادة الطبيعية. الولادة القيصرية بحد ذاتها ليست يعني ناهية لموضوع الأرضاع الطبيعي، لكن الآلام التي تعقب الولادة القيصرية وانشغال الأم بحالة الجراحة قد يعني تشكل عائقا نفسيا عندها من مباشرة الأرضاع مع طفلها. لكن لا يوجد تعارض بين شكل الولادة سواء كانت ولادة طبيعية أو قيصرية أو ولادة مساعدة بالشفاط مثل ما بيقولوا أو بغيره وبين مباشرة الأرضاع الوالدي. طيب دكتور خلينا نحكي يعني لنفرض توقف الحليب فترة أو لم يوجد حليب أساسا واضطرينا للحليب الصناعي، شو نصحك بالنسبة لهذا الموضوع؟ الحقيقة نحن إذا كنا في حالة يعني حالة توقف حقيقي للأرضاع الوالدي وبذلنا كل الأسباب في سبيل استعادة الدرة وفشلت كل الأساليب، لا بد عند ذلك من اللجوء إلى الحليب المعيض لحليب الأم، وهنا نلجأ إلى الحليب الصناعي المناسب للمرحلة العمرية للطفل الرضيع أو ما يسمى فورمولا الأطفال. ليس كل حليب صناعي موجود في الأسواق وعلى رفوف الصيدليات يمكن استخدامه لتغذية الرضيع. الرضيع في سنته الأولى بفصليها الست أشهر الأولى والست أشهر الثانية هناك حليب يناسبه، ينبغي أن نلجأ إليه ولا نركن إلى أي حليب فقط لأن سعره يناسب العائلة، وهذا مأخوذ بعين الاعتبار الحقيقة الموضوع الاقتصادي، لكن علينا أن نتنبه إلى هذه الجزئية. طيب دكتور يعني الحديث يطول عن التغذية ووقت البرنامج ما ساعدنا نحكي أكثر من هيك، في عندك كلمة أخيرة مثلا حابب توجهها إلى مشاهدينك مشاهدين هذه الحلقة؟ أوصي الأم دوما أن يعني الأم خاصة الأم الجديدة ألا تستمع إلى المدخلات السلبية التي تأتيها من هنا وهناك، وأن تعلم أن الله عز وجل خلقها لترضع. أوصي من حول الأم من والدة الأم أو حماتها أو غيرهن أن يكون إيجابيات وأن يزرعن في ذهن الأم ما يحفز الأرضاع. أوصيها كذلك ألا تستمع إلى الاعتقادات الخاطئة بأن حليب الصناعي فيه الصحة وفيه العافية فقد ثبت أن الحليب الوالدي هو يعني يجنب الطفل مثلا في المستقبل 40% تخفيض في حالة الداء السكري من النمط الثاني. الحليب الوالدي يمنع البدانة إذا كان واظبت عليه الأم الأشهر الستة الأولى، يمنع زيادة الوزن عند الطفل في المستقبل، يقي من حالات الأمراض القلب، ارتفاع الكوليسترول إلى آخره. ولذلك أن تضع نصب عينيها أنها يعني أمام مكتسب عظيم وهو الأرضاع. إذا لجأت الحليب الصناعي عليها أن تعتني بالنظافة التامة إذ أن أي حليب إذا أضيف له الماء أصبح مستنبتا جرثوميا حقيقيا، فعليها أن تعتني تماما بموضوع النظافة وموضوع التعقيم وأن تبالغ، وأنها مهما بالغت فهو جيد بالنسبة لرضيعها. الله يعطيكم العافية دكتور، وبشكر وجودك معنا ونصائحك الحلوة والبسيطة، وإن شاء الله في حلقات أخرى بنحكي أكثر عن تغذية الطفل، إيمت لازم ندخل له المكملات الغذائية. شكرا جزيلا دكتور. أعزائي المشاهدين، كما أقول لكم دائما عليكم العافية، ليس نفس ساعة على التلفاز فقط، والدكتور عبد الرحمن وكل ضيوفنا فينكم توجهون أي سؤال عبر صفحة عليكم العافية على الفيسبوك. حان وقت الوداع، دمتم بخير وإلى اللقاء في حلقة قادمة.